نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في الركبية التابعة لمركز كفر البطيخ. وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. قافلة النهاردة وضمن مبادرة حياة كريمة موجودة بقرية الركبية التابعة لمركز كفر البطيخ. قافلة علاجية بتمثل الجزء الصحي من مبادرة رئاسية حياة كريمة. قافلة علاجية بتتميز بحاجتين مهمين جدا، وهما ان هي بتقدم الخدمة المجانية تماما بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. الحاجة التانية ان هي بتوصل للمواطن لحد عنده، وده تسهيلا على اهالينا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة اللي ممكن ما يقدروش يوصلوا لأقرب مستشفى مركزي، خصوصا القوافل من اهم معاييرها هيكون بعيدة عن المستشفيات المركزية بمسافة لا تقل عن 15 كيلومتر. القافلة بتقدم خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان تماما في هذه القرية. هذه القرية من الأماكن الأشد احتياجا للخدمة الصحية نظرا لبعدها عن المستشفى حوالي أكثر من 20 كيلو، طبقا لتعليمات وزارة الصحة ولائحة القوافل نحن نقدم خدماتنا الطبية في الأماكن البعيدة عن المستشفيات. معنا 12 عيادة تخصصية، معنا صيدلية متكاملة فيها 150 صنف أدوية، بنقدم خدمة طبية مجانية، العلاج بالمجان، بنقابل المريض وبناخد منه التذكرة بعد الكشف، بنديله العلاج وبنشرح له طريقة استخدامه، ولو في أدوية بتتعارض مع بعضها أو مع الغذاء والطعام ووقت العلاج بنقوله عليه. النهاردة وبكرة إن شاء الله فيها عيادات متنقلة في كافة التخصصات وصيدلية صرف الأدوية بالمجان، وفي برضو الخدمة لو في حالات مستحقة للتحويل للمستشفيات بتتحول لأقرب مستشفى لينا وهي مستشفى كفر البطيخ. يعني الكافلة دي كافلة بسم الله ما شاء الله، والدكاترة بتوعها ممتازين وشفت عظام، والله يصلح حالك يا ريس وكتر من أمثالك، وربنا يصلح حالك ويجعلك بتعمل الخير على طول.